الأمانة يمكن اضطراب فرط حركة شتات الانتباه يتعامل معه مجموعة من المختصين، فإحنا نتكلم عن اضطراب نمائي ممكن يشخصه ثلاث أنواع من أو ثلاث تخصصات مختلفة. نتكلم عن الزملاء بطب النمو والسلوك، الطب النفسي للأطفال، الزملاء من طب المخ والأعصاب للأطفال، وكذلك بعض المهتمين من التخصصات الأخرى اللي تلقوا تدريب كافي للوصول للتشخيص الصحيح. غير كذا الزملاء الآخرين من التخصصات الأخرى اللي يقدمون خدمات زي العلاج النفسي، كذلك الزملاء من العلاج الوظيفي، الدعم الدراسي. فإحنا نتكلم مع مجموعة مختصين المفروض أنهم يقدرون يصلون للتشخيص ووضع خطة علاجية. تنظيم العلاقة بين هالمختصين والتأكد من أن آلية التشخيص تتم على أسس علمية واحدة ثابتة تضمن ثباتية التشخيص بين هالمختصين، هذا هو الهدف الأساسي من الأدلة العلاجية. كذلك آلية التحويل، تقديم الخدمات، متابعتها، متابعة التطور، نسب الإتقان للمهارات، متابعة الأدوية، أي الخيارات المفروض يصير الخيار الأول، الخيار الثاني، الانتقال بين هذه الخيارات، كل هذه عبارة عن خطوات يتخذها المختص خلال فترة العلاج. كل ما كان في اتفاق مسبق بين المختصين على آلية الانتقال بين هذه الخطوات، كل ما وصلنا إلى ثباتية في تقديم الخدمة، واللي زي ما تفضل يعني زي ما يعني أسلفت أنها تختلف بين مختص ومختص.